بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها جلالته عن استنكار مملكة البحرين وإدانتها الشديدة لإطلاق الميليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية عدة صواريخ باليستية استهدفت تجمعات سكانية في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي قامت بفضل الله تعالى قوات الدفاع الجوي السعودية باعتراضهم واكد عاهل البلاد المفدى حفظه الله ان هذا الاعتداء الغاشم الذي استهدف امن وسلامه المملكه العربيه السعوديه وشعبها الشقيق يتنافى مع الشرائع والقيم والمبادئ الدوليه مجددا جلالته التاكيد على وقوف مملكه البحرين مع المملكه العربيه السعوديه الشقيقه وتاييدها لكل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها داعيا جلالته العلي القدير ان يحفظ المملكه العربيه السعوديه الشقيقه وشعبها الابي من كل مكروه ويديم عليها نعمه الامن والامان والرقي والتقدم في ظل القياده الحكيمه لاخيه خادم الحرمين الشريفين